اروح للكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم الكبير، يقول لنا ابرز الحالات في المباريات اللي شاهدها اليوم. يا كابتن جهاد مشرف ومنور. صباح الخير كريم عليك وعلى كل المشاهدين. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. الامور النهارده كانت كويسه ولا كان في اخطاء كبيره؟ لا كان في طبعا تميز في ماتشات، وكان في اخطاء في ماتش، في خطا كبير في ماتش فاركو الاهلي، لكن بنتكلم ان مجمل الامور كانت كويسه. الاسماعيلي، نبدا بالاسماعيلي وامبي النهارده عشان كان في كارتين، اثنين ثلاثه احمر النهارده، اثنين لامبي وواحد للاسماعيلي، وكان في ضربتين جزاء وكان في قصص، يعني كوارات كلها من الكوارات الثقيله والكبيره. نشوف تمام. اول حاله مع حضرتك، اول طرد ليه لاعب امبي. بص يا كريم، التدخل الاثنين لعيبه عملوا خطا مع بعض، بس اللي لفت نظري رد فعل الحكم. يعني الحكم انا في اللقطه زي كده لما اثنين لعيبه يشتبكوا المنظر ده، انا باقصى سرعه بموجود في وسطهم واخد القرار بسرعه عشان ما يحصلش اشتباكات اكبر من كده. فمعروف النهارده كان كل رد فعله متاخر شويه، يعني المنظر ده والحكم ماشي بيتمشى كده بتعمل مشكله اكبر. لا هو اسيبهم يخلصوا على بعض واللي يعيش اتكلم معاه. لا ما انا لازم الحكم، معروف مش حكم صغير حكم كبير طبعا. كان المفروض باقصى سرعه. على فكره مش اللقطه دي بس، ده كده هتشوف كذا لقطه في معانا في الجايه، هتلاقي رد الفعل بالمنظر ده كده. ما ينفعش من حكم كبير بالمنظر ده في لقطه زي دي يمشي بالمشي ده ويتفرج صح عليهم. صح، هو اخذ قرار صح في الاخر، بس في الاخر انت محتاج المشكله هتكبر، الاكشن بتاعك يبقى اصعب اكتر من كده. المشكله هتكبر، مستحق هنا وهنا، وكان في واحد انذار وبالتالي كان الطرد مستحق. نفس الكلام هنا، بص برضه واقف اللقطه دي ما ينفعش طب ايه بواقف فيها، لازم اروح بسرعه والانذار يطلع بسرعه، وده انذار تاني وطرد ومظبوط. ما سيبش اللعيبه تتخانق مع بعض بالظبط، انا لازم الرياكشن بتاعي اسرع من كده واشد من كده عشان ما تحصلش مشاده. صح، احسن مشاده بين اللعيبه مع بعض وكده. لا انا بحمي نفسي وبحمي اللعيبه عشان ما اوصلش المشكله. فالكارت التاني صحيح كان مظبوط. تمام، نشوف اللقطه اللي بعدها والكارت التالت. نعدي بقى اللقطه دي يا جماعه ونشوف اللي بعدها على طول. ايوه يا فندم، دي لقطه ضربه الجزاء تقريبا. حضرتك معايا كابتن؟ دي الكارت الثالث بقى، ده دي فرصه محققه. الحكم في الملعب ادى انذار، حكم الفار لقى ان تدخل اللقطه كلها فرصه محققه، كل عناصر الفرصه المحققه موجوده، السيطره على الكوره، المواجهه، المسافه للجول، عدد المدافعين، السيطره، زي ما قلنا كده كل عناصر الفرصه المحققه موجوده، وبالتالي الفار استدعاه واستدعاه صحيح، راح شافها في الفار ورجع بالكارت الاحمر، والكارت الاحمر صحيح وقرر في مجموعه صحيحه. هسألك سؤال، قد هو يعني سؤال ساذج يعني، بس انا دايما بحترم الناس اللي ايه اللي عندها نص كوره، يعني ما عندهاش كوره قوي، فهو بيتفرج عليه دلوقتي يقول لك ايه، ما خلاص ما اداله طرد، هو رجع ليه تاني وراح شال الانذار وحط الطرد التاني. انا عارف ان السؤال ممكن يبقى للناس اللي بتفهم كوره وعارفه كوره وبتابع كوره يبقى عادي، بس اللي بيتفرج عليه دلوقتي ممكن ما يبقاش بيتابع كوره قوي فيقول لك ما هو ده طرد وده طرد. لا هو اداله انذار، لازم ينزل الاول يلغي الانذار اللي اداه وقدام الناس كلها، الانذار ده اتلغى خلاص، اللعبه تستاهل كارت احمر. ده اللي عمله، مش انذار تاني، هو القصه في الاخر بيلغي الانذار اللي هو اداهوله اصلا في الملعب، وبيديله القرار الصح اللي هو كارت الاحمر عشان فرصه محققه. دي اول مره معروف كان يطلع بها في الفار في كارت احمر. لا انا سالتك السؤال ده ليه؟ انا سالتك السؤال ده ليه؟ عشان الطرد المباشر عقوبته غير الطرد بانذارين وخلافه، مظبوط؟ تمام. عشان دي تعمل مسابقات بقى معانا. بالظبط، عشان الناس بس تبقى، هو عشان كده هو لازم ياخد الاكشن دوت يعني. طيب نروح اللقطه اللي بعدها يا كابتن جاي. اتفضل. ودي ضربه الجزاء يا كابتن جاد. بالظبط. دي في الملعب الحكم كان في مكان ممتاز، ما شافش اللقطه دي، ده اهمال من مدافع انبي وركله جزاء صحيحه للاعب نادي الاسماعيلي، برضه الفار استدعاه، ولعبه سهله على فكره، لعبه سهله جدا في الملعب، بس وكان معروف موجود في مكان ممتاز، لكن ما احتسبش، والاستدعاء الفار واستدعاء صحيح وركله جزاء صحيحه تم احتسابها لنادي الاسماعيلي. مين اللي لعب الكره الاول يا كابتن جاد؟ اللي لعب الكوره هو لاعب الاسماعيلي. مظبوط. انبي ما وصلش للكوره خالص. الكوره بتاعت لاعب الاسماعيلي، انبي ما وصلش للكوره نهائي، جاب الرجل ما وصلش للكوره نهائي، اللي لعب الكوره الجزمه الخضراء، فبالتالي لا الجزمه البيضاء كل اللي عملتها انها عملت باهمال خبطت رجل لاعب الاسماعيلي. تمام. كرة الجزاء سهلة، أنا أتكلم في الملعب وجود معروف، كان معروف موجود قريب جدا من اللعبة سهلة. الحكم الفار استدعاه وشاف اللقطة وحسبها، والتنفيذ كان صحيح، مفيش مشكلة في التنفيذ خالص. تمام، نشوف اللي بعده.
اللقطه دي برضو تدخل فيها الفار يا كابتن جاي. تمام، دي التدخل بالحارس مش مشكله. اللاعب هنا اللاعب هنا لاعب اللي حكم ما احتسبش حاجه في الملعب برضو. ولعب الكوره باهر محمد لعب الكوره، بس مش معنى انت لعبت الكوره انت تعمل خطا تاني بعد الكوره ما بعتها. انت دلوقتي رحت للاعيب وانت اللي عملت الخطا. مش العكس، انت لعبت الكوره اهو، روح مع الكوره ما تروحش للاعيب، انت رايح للاعيب عملت خطا معاه وبالتالي الحكم ما احتسبش ده في الملعب او ما قدرش ده في الملعب واحتسب ركله حره للمدافع للاعب الاسماعيلي. الفار استدعاه ووراه اللقطه ورجع احتسب ركله جزاء وركله جزاء صحيحه. بس انا بتكلم فيها كريم ان احنا عندنا ثلاث لقطات مهمه الحكم ما خدهمش في الملعب. وده مش كويس للتحكيم المصري. صح، احنا بنتكلم الحكم في الملعب لازم يركز ان هو ياخد قراره في الملعب، والفار ممكن نلجا ليه ونوصل لقرار صح لو في العاب صعبه. ده موجود في كل العالم، لكن في الاخر بنوصل لقرار صح. لكن ما ينفعش ثلاث قرارات زي ديت كل طول الوقت الفار هو اللي بيجيبني وهو اللي بيديني القرار، والثلاث قرارات واضحه كمان هي دي وسهله. سهلين يعني، وسهلين يعني، سهلين على الحكم في الملعب. صحيح، طبعا التنفيذ كان سليم، ما فيش مشكله في التنفيذ خالص، وركله جزاء صحيحه يعني في الاخر القرارات كلها صحيحه. صح، لكن هو بس طيب. الملاحظه الوحيده ان كل القرارات الفار اللي مديها، فده مش ده مش كويس التحكيم. ده بروحنا لمباراه الاهلي، ودي الكره اللي اتحسبت التسلل يا كابتن. بص يا كريم، انا عايز اربط بين حاجتين اتنين في الكره دي والجون اللي جه. الجون اللي جه في الاهلي اللي هو الهدف الثاني للاهلي، رسمه الخط كانت مش مظبوطه. صح، ليه؟ لان انا دلوقتي الكوره كانت سابقه، لو الجون اللي مش دي بتكلم على الجون اللي الاهلي جابه. الكوره لما بتسبق الخط بترسم على الكوره. فكان الحكم الفار رسم الخط غلط. هاجي هنا لحظه اللمس الاولى للكوره، تمام؟ الخط لما اجي ارسم الخط، ارسم على رجل لاعب فاركو اللي هي اتاخرت، الرجل الشمال للاعب فاركو ورجل اليمين للاعب الاهلي اللي هي المتقدمه. لما ارسم ده الكتف بعيدا، يعني الكتف راجل مش مميل اللي قدام عشان ارسم كتفه. لما اترسمت المنظر ده برسم راسي من الكتف للارض، عملت المشكله مع رسم الخطوط. انت لو رسمتها بقى، انا رسمتها شيلت ده خالص وترسمت من رجل للرجل، الرجل اللي بتاع اللاعب الاهلي ورجل لاعب فاركو، ما فيش فيها تسلل نهائي، وبالتالي بتكلم على هدف صحيح تم الغائه بداعي التسلل برسم الخطوط الغلط. عشان اللي حدد النقط يا كريم هو الحكم الفار. زي ما حدد النقط الجون الاهلي اللي طلع لنا الصوره، برضه كانت صوره الخطوط غير صحيحه وبرضه يعني ما لغاش الهدف، بس رسمت الخطوط ساعدته ان ما فيش تسلل. هو لو كان لقى تسلل كان قال له تسلل وكان لغى وكان عمل مشكله كبيره، لان الكره في الاخر اتقدمت. لا كابتن جهاد معلش، يعني الكره دي خلاص انت بتقول لي مش تسلل، يعني كان المفروض تبقى يعني هدف. الهدف سليم وهدف صحيح ورسم الخطوط غير صحيح. طب الهدف اللي سجله الاهلي تسلل ولا لا؟ نجيب الهدف. الهدف اللي سجله الاهلي سليم، انا بتكلم هو لما طلع صوره بقى طلع صورة الهدف اللي جاي الثاني. هو طلع صورة رسمة الخطوط غلط. يعني لو تجيبها هنجيب اللقطه الاخرانيه بتاع الهدف الثاني، نجيبها الهدف الثاني. نجيبها. لكن انت بتقول لي انه الاهلي كان ليه هدف صحيح الغي ابداع التسلل، ولكن الهدف اللي سجله النادي الاهلي باكد عليها، بس حضرتك شايفه هدف صحيح مش تسلل؟ لا صحيح، انا الهدف اللي الاهلي سجله هدف صحيح مليون المية، لكن انا بتكلم الخطوط اللي ظهرت اترسمت بصوره غير صحيحه. أهل ليه يا كريم؟ لان هو لما رسم الشعب اللي هيجيب رسم الهدف ده، الكره دلوقتي اتقدمت عن المهاجم اللي جاب الجول، وبالتالي وصلنا الكره خلاص هنرسم الخط بقى، ترسم الكوره مش هترسم اللعيب. شوف المنظر ده. خلاص اللعيب ده اول بالمنظر ده واقف عند اول ما توصل للراس، راس اللعيب اللي هيلعب بالعرض. نكمل يا كريم. كمل. مش تسلل. مش تسلل خالص. انا بتكلم بقى واقف الكوره على الرايه وكده، من هنا بقى نرسم الخط. هنرسم الخط فين؟ الخط اللي هترسم هنا هيترسم على الكوره. الكوره متقدمه، تمام. هو رسم الخط غلط، بس لما رسمه كمان غلط ما كانش في تسلل، وبالتالي مفيش مشكله. لكن هو كان ممكن الخط لما يترسم غلط اللي رسمه، يعني لو تجيب الخط بقى المخرج معانا يجيب الخط يترسم، هتلاقي الخط مرسوم غلط. يعني كمان يعني كان ممكن يعمل شوشره وقلق، يعمل يعني مشكله. لان هو لازم ترسم هنا، ترسم الخط من الكوره. الكوره اللي اتقدمت دي بقى منها الخط. وبالتالي الكوره لما اتقدمت على المهاجم اللي جاي من ورا لعب الكوره مفيش تسلل. بس هو لما رسم الخط، لو يجيب لك انا بقى، بس في عندك رسمه خط موجوده، لو يجيبها لك بقى هتلاقي الخط مرسوم على لعيب اللي هو اللي جاب الجون. وده مش مظبوط. انت ارسم الخط بقى في اللقطه الثانيه. من مش الكوره، مش معانا الخط للاسف يا كابتن جيد. فهو ده، انا بربط بين التسلل اللي حصل. صح. الخطا اللي حصل للحكم للفار لما رسم الخط غلط، والخطا اللي حصل برضه في نفس الجون ده اللي هو جون سليم برضه، بس رسم الخط برضه غلط. صحيح. فبتكلم اللقطتين اقول لك ان في رسمه خط غلط في اللقطتين الاثنين.
والسبب ان الحكم اللي قاعد على البار حدد النقط غلط. طيب الكره دي كمان دي حضرتك الكره اللي قلت انها اتلغت غلط، الكره ده هدف سليم. ده الهدف ده سليم، مفيش فيه اي تسلل. ماشي، ده دي الكره خلاص وخلصها الكابتن جاي. طب نشوف اللي بعده يا جماعه، نشوف اللي بعده. ماشي، نشوف اللقطه اللي بعدها، وده الخط اهو اللي حضرتك قلت عليه. تمام، ماشي نشوف اللي بعدها على طول، لسه هنعيدها تاني. ماشي يلا. طيب ده ضربه الجزاء يا كابتن جهاد. تمام. بص يا كريم، اللي بيلعب كره رقم 11 سافيو لاعب الاهلي، لو حصل اي تلامس بين رجل لاعب المدافع فاركو ولاعب النادي الاهلي تبقى ركله جزاء. لكن اللقطه اللي قدامنا، مش اللقطه دي بقى، اللقطه اللي جايه، اللقطه دي ما بينش حاجه، مش ما فيش تاكيد في اللقطه دي. اللقطه الثانيه بقى في لقطه ثانيه ليها، اللاعب النادي الاهلي يعني تفادى التلامس بتاع لاعب فاركو، بالتالي ما فيش ركله جزاء في اللقطه دي. هتشوف اللقطه الثانيه اللي همجلنا. اللقطه دي بقى تؤكد ان مفيش تلامس حصل، صح، وبالتالي مفيش ركله جزاء موجوده. لو اي تلامس حصل بين مدافع فاركو ولاعب النادي الاهلي، ركله جزاء مليون الميه، لان اللي لعب الكوره لاعب النادي الاهلي. لكن في اللقطه اللي قدامنا دي مفيش اي تلامس، يبقى قرار الحكم صحيح، مراجعه الفار مراجعه صحيحه، ومفيش ركله جزاء في اللقطه دي. طب معلش كابتن جهاد، انا عايز افهم حاجه تحكيميه. يعني انا دلوقتي بحاول ابدي نفسي ان انا ما اتخبطش، بس هو الراجل داخل دخله قويه جدا، وبرونو سافيو هو اللي لمس الكوره كمان، هو داخل دخله قويه، بس انا حاولت اتفاداه، ما يتحسبش برضه ضربه جزاء او فاول يعني؟ لا، هتحسب على ايه؟ ما هو يا كريم، انا بحسب على، انا رد فعل الاكشن اللي حصل من المدافع. انت كمدافع ما وصلتش للرجل، هحسب عليك ليه ركله جزاء؟ ما فيش خطا. يعني احنا اتكلمنا في الماتش اللي فات بتاع الاهلي، لعبه علي معلول، الراجل وصل للرجل. فلما الزحلق وصل للرجل، فكان في خطا، وركله الجزاء كانت صحيحه، ما اتحسبتش للنادي الاهلي المباراه اللي فاتت. لكن اللعبه دي الراجل نزل، وكان لو وصل للرجل كان هيحسب ركله جزاء، لكن هو ما وصلش للرجل، وبالتالي نقول قرار الحكم صح وقرار الفار صح، في المراجعه صحيحه ان مفيش ركله جزاء موجوده. عظيم، نشوف حاله بعد كده. ماشي، نشوف اللي بعده. دي الحاله من ماتش الزمالك كابتن جهاد امام حضرتك. الحاله دي عندك تعليق عليها؟ يعني بنتكلم ان الحكم موجود في مكان ممتاز محمود، وفي اهمال واضح من لاعب حرس الحدود رقم 20 ركله للاعب الزمالك، وده باهمال بدون انذار، ركله جزاء صحيحه بدون انذار. الحكم احتسب في الملعب، وده المطلوب، وحكم الفار راجع على الكوره، وركله جزاء صحيحه تم احتسابها. طيب نشوف اللي بعدها على طول. دي اخر حاله، هي دي الحاله بس اللي كانت موجوده في مباراه الزمالك كابتن؟ ما فيش. ماتش الزمالك عموما كان ماتش تحكيميا كان كويس، كان ماشي كويس، والنتيجه كمان ساعدت الحكم وساعدت طاقم التحكيم، لكن هم ادوا مباراه كويسه، ما فيش مشكله في التحكيم في ماتش الزمالك والحرس خالص. كابتن جهاد، انا دايما بشكرك، شكرا جزيلا على كل هذه الاضافات، بتفيدنا افاده كبيره جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن جهاد جريشه، خبيرنا التحكيمي الكبير.